السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو، وحشتوني جدا جدا. لو انت عندك مايك ومحتاج تجيب له حامل ومحتار مش عارف تجيب انهي حامل بالظبط، فكمل معايا الحلقة دي للنهاية، بس اكيد مش هفكرك تدعمني باللايك، كومنت جميل زي كده يديني دعم معنوي، ويلا بينا على الشرح يا شباب. طب يا جماعه، رجعنا على طول اهو بعد الانترو، نخش على طول في موضوع الحلقه ونعمل على طول الانبوكسنج بتاع الحامل. تمام، زي ما احنا شايفين كده، الحامل ده انا طالبه، كنت طالبه من امازون، هو بتغلفته هو. تمام، انا يعني ما فتحتوش حتى، ما اعرفش ايه اللي جواه. عامه في اخر الفيديو ان شاء الله هحكي لكم قصه الحامل ده، يعني لان كنت طالبه يوم الثلاث وتاخر قوي، جالي يوم الاحد. فعامه بس يلا على طول، مش نضيعش وقت ونخش على طول في الانبوكسنج. طيب انا فكيت اللزق بس يا جماعه، ان ما فتحتش الحامل يعني. تمام، دي للأمانة يعني. ماشي، ادي دي فاضية، مفيش فيها حاجة. تمام، نيجي هنا كده. لا هو من هنا. طيب كده مفيش فيها حاجة، نلم دي خلاص. طيب ده يا جماعه، ادي شكل الحامل اهوت. تمام، هو يعني ملوش اسم معين، بس هو يعني اكتر حاجه مميزه فيه اللي هو كلمه ان بي 39 ديت. تمام، ده شكل العلبه من قدام، شكلها مثلا من هنا اهيت، شكلها برضك هو كلها يعني نفس الشكل يعني. تمام، كل مكان ايه نفس الشكل. طيب نشوف كده ايه محتويات العلبه مع بعض. بسم الله. طيب كده العلبة خلاص فاضية، مفيش فيها حاجة. تمام، شيل العلبة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل كده ايه ده كله. بسم الله ما شاء الله. انا ما يعني ما كانش مبين في الموقع الحامل ده جاي معاه ايه او كده. لا بسم الله، اثبت كده، اثبت كده يا ابو الحاج. طب نخليك هنا كده. اما يا جماعه ده شكل الحامل اهوت، انا مش عارف هو بيتفرد مني، ما اعرفش بقى يعني بيتمسك ازاي وكده. بس عامه اللي يهمكم يعني هو الحامل كله، الماتيريال بتاعته من الحديد، كل ده حديد يا جماعه. تمام، حتى القطعه دي حديد. تمام، القطعه دي حديد برضو. انا بقول لكم على الديتيلز اللي هتفرق مع الناس. تمام، او اي حد الحاجه اللي هتهمك في الحامل يعني. طبعا الجزء ده حديد، طبعا المفصلات ديت، المفصلات دي يا جماعه بلاستيك. تمام، المفصله دي بلاستيك، بس عامه يعني دي مش مهمه قوي، انت مش هتعرف حاجه. بس طبعا افضل لو كان حديد كانت افضل يعني. بس يعني غير ديت، غير القطعه دي، هو الحامل كله من المعدن. تمام، وهو شكله يعني تمام بصراحه، مش مثلا مش متجرح او مثلا كان مستعمل قبل كده او حاجه يعني. تمام، طب ده بالنسبه للحامل، هنسيبه على جنب دلوقتي وهنرجع له تاني يعني. تمام، طيب في هنا دي قطعه هي جايه معاه. تمام، القطعه دي برضو بلاستيك، الحته دي كده بتتفك. ماشي، انا مش عارف بصراحه ايه لازمتها يعني، هو اكيد ليها استخدامات بحاجه تانية يعني، ما مش عارف. بس في قطعه هنا ايه، ممكن تكون بتركب على انواع مثلا مايكات معينه، مش عارف بصراحه يعني. هي دي غالبا بتخش في البوز المعدن اللي في الحامل. تمام، يعني بصوا في هنا كده يا جماعه اهو، عشان برضو الناس تبقى فاهمه، في هنا اللي هو البوز الحديد ده. تمام، ده هو ده بيخش فينا. تمام، وهيلف، هيتلف كده بس، علشان بقى في الاخر اطلع بدي. طب دي بتعمل بيها ايه؟ ما اعرفش، بس اكيد دي بتتركب في حاجه يعني، اكيد ليها لازمه في حاجه يعني. تمام، انا بس كنت بوريكم سريعا كده الحاجات اللي جايه مع المايك كلها، لان زي ما قلت لكم هو في على الصفحه في امازون، هو ما كانش موضح لي ايه اللي هيجي معاه. تمام، في هنا برضك القطعه ديت، نفتح كده مع بعض. دي تقريبا الماسك بتاع التليفون يا جماعه، دي بتاعت التليفونات برضو الجزء ده. مش عارف بقى دي هتتلف هنا ازاي، مش عارف يعني. لا دي مش هتتلف هنا، دي ما تلفش هنا، ما اعرفش. ممكن تقريبا يكون الجزء ده بيتشال، ممكن يكون يا جماعه الجزء ده بيتشال ويتركب هنا. تمام، وتعالى نشوف كده مع بعض كده، وبكام بيتركب في التليفون مثلا او في الحامل، مش عارف يعني. انا عامه مش جايب عشان الحاجات دي خالص يعني، بس هي جايه معاه غالبا. يا جماعه غالبا هي تمام، دي بتلف اهي معاه. تمام، هي ما بتمسكش قوي، عارفين هنا ايه،
يعني هي بتلف معايا ما بتمسكش قوي، تمام. ممكن يكون ليها بقى، لا مش عارف والله. لا مسكت يا جماعه، مسكت. لازم لازم بربطها بدي يا جماعه، لازم القطعه دي بتبص، القطعه دي بتلف، القطعه دي بتلف اهي اهي، لازم زي ترص عليها كده، تمام. ودي بعد كده هتقفل معاك، بعد كده هتمسك برضك الحامل وهتيجي من الجزء ده، تمام، اللي هو المعدن. الجزء المعدن ده بقى طبعا هو اللي بيركب فيه كل حاجه يا جماعه، وهنركبه هنا طبعا، تمام. والتليفون بتاعك هيركب هنا، ماشي. دي كده كانت تاني قطعه معانا، يبقى في قطعتين ضم. طيب نيجي للقطعه الثالثه. دي القطعه الثالثه اللي كانت بقى موجوده اصلا في صورته على الصفحه، تمام. دي بتركب هنا، تمام. البطاقه دي بتركب هنا، وفي انواع مايكات يا جماعه بيخش هنا كده، اللي هو المايك اللي بيبقى بالطول ده. احاول اشوف لكم الصوره ليه تظهر لكم حالا على الشاشه. يعني المايك اللي هو بالطول ده بيخش يركب هنا كده، تمام. معايا من ده كله، انا كده كده معايا القطعه بتاعتي اللي هتركب على الحامل يعني. ودي يا جماعه ده المشبك اللي هو بيطول في الترابيزه، ده المشبك يا جماعه اللي بيطول في الترابيزه. طبعا ده كله من معدن. نسيت اقول لكم يا جماعه ان الاجزاء دي كلها من بلاستيك، كل الكلام ده بلاستيك، كل ده بلاستيك بلاستيك، تمام. انما اللي يهمني بصراحه القطعه دي، القطعه دي معدن، تمام. يعني المسمار ده او البتاع دي معدن، طبعا دي كده معدن، ده كل ده معدن، كل ده معدن. في هنا اهوت، حاول ابين لكم في الكاميرا، في هنا جزء اهوت زي اسفنج كده، ده عشان لما تربطه في الديسك بتاعك او المكتب بتاعك يعني ما يجرحوش او كده. طبعا طريقه ربطه يا جماعه او طريقه عمله، يعني انت الجزء ده تقعد تفتح كده، تفتح هنا كده، تفتح كده، تفتح كده، تمام. وبيجي الجزء ده بتدخل انت الجزء ده في المكتب، الجزء اللي هو الفاضي ده يا جماعه تحط انت كده هنا في المكتب، تمام. وجاي ايه او بالعكس طبعا تحت كده، يعني هو طبعا بيركب كده، تمام. وتبدا ايه بيركب كده، تبدا انت ايه تلف كده بحيث ان انت تقفل ايه على المكتب بتاعك، يعني الجزء اللي هو ده كده، تمام. انا بس ايه ابين لكم في الكاميرا الجزء ده كده يا جماعه، تمام. وتبدا تلف كده، تلف كده، تلف كده، لحد ايه ما تقوم جاي قافل على المكتب او الديسك بتاعك. بعد كده بتجيب الحامل يا جماعه، في هنا اللي هو الجزء ده بقى، الجزء ده اللي بيخش هنا كده يا جماعه. طبعا انت بتفتح المسمار ده، تفتح المسمار ده كده، تمام. بعد كده تقوم جاي نازل هنا كده اهوت، نازل لحد الاخر، هو نزل معانا لحد الاخر اهو يا جماعه، تمام. بعد كده بصوا يا جماعه، انا شفتها كده في بره كده الاجواء يعني. المهم انت بتحط الجزء ده في الجزء ده هنا كده، تمام. ده زي ما احنا شايفين اهو داخل معانا لحد الاخر خلاص اهو، تمام. بعد كده بتجيب القطعه ديت وبتعملها هنا كده، تمام، وتقفل او تقرص عليها، او بتبدا تقرص او تقفل عليها كده يا جماعه، نقفل عليها كده. انا كده قفلت عليها خلاص جامد، تمام خلاص. بعد كده الجزء ده بيتعلق زي ما احنا قلنا في المكتب، الجزء تحت ده كده بيتعلق في المكتب، تمام، اللي هو هنا ده. وبعد كده المايك ذات نفسه بيتعلق بقى من فوق من هنا كده. طب انا اسف يا جماعه لو التصوير مش جايلكم مظبوط والله، بس يعني هو الحامل حجمه كبير فصعب ان الكاميرا تجيبه كله يعني، تمام. ده الشكل النهائي، هو انا ماسكه لكم اهو، ده الشكل النهائي بقى بتاعه، تمام. طيب انا بالنسبه لي عندي مايك هايبر اكس كواد كاست، تمام، صورته هظهر لكم طبعا عندكم على الشاشه دلوقتي. هو اللي عنده المايك ده عارف ان بيجي معاه قطعه، تمام. القطعه دي يا جماعه، القطعه دي بتيجي مع المايك اصلا، تمام. القطعه دي طبعا دي معدن جايه مع المايك ذات نفسه يعني، تمام. فانا هحط دي هنا كده واركب دي هنا كده، تمام، لحد ما تقفل معايا ايه للاخر، تمام كده قفلت معايا. بعد كده الجزء ده خلاص بركبه في المايك. طبعا اللي عنده المايك ده عارف انا بتكلم فيه يعني، ادام القطعه دي ركبت خلاص دي تلقائي على طول بتركب في المايك يعني، تمام. ف يعني مراجعه سريعه كده يا جماعه عن المايك يعني، او تعليقي عليه. المايك انا اسف، الحامل يا جماعه، الحامل يعني هو كله 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 من المعدن، تمام، او اهم القطعه والاجزاء فيه من المعدن. الجزء اللي بيتعلق في المكتب ده معدن، اللي هو الجزء ده، الدراع ذات نفسه كله معدن، الحاجات البلاستيك فيه بس اللي هو السامولة اللي بتلف دي بلاستيك ذات نفسها، تمام. وطبعا القطع اللي هي جايه معاه دي طبعا دي يعتبر زي هدايا او كده، انا كده كده اصلا مش محتاجه بحاجه يعني عامه، بس ايه انا بقول لكم القطع دي كلها بلاستيك، تمام. المايك ده انا جايبه، انا اسف يا جماعه مش عارف ليه لازمه معايا كلمه مايك. الحامل ده انا جايبه من على امازون، تمام. هسيب لكم طبعا لينك شراء في صندوق الوصف لو حد حابب يشتريه يعني. هو كان في اسعار كتير على امازون يا جماعه، كان في اغلى منه وكان في ارخص منه، بس بصراحه هو كله على امازون يا جماعه يعني كاتب ايه حامل من معدن ومش عارف واحسن حامل في الدنيا وبيشيل كل المايكات ومش عارف وبتاع وكذا. ايوه يا جماعه، وتلاقي واحد مثلا ب 100 وي وفي ب 300 وفي 500، طب انهي الافضل؟ فانا بصراحه لما احترت، بس لما جيت اجيب
جبت حاجه تكون وسط، يعني لا هي غاليه قوي ولا هي رخيصه قوي. جبت الحامل ده، وخصوصا لما دخلت على اليوتيوب اشوف مثلا مراجعات او حاجه، حد مثلا شكر في حامل فاروح اشتريه او كده. للاسف ما لقيتش اي حد يعني مصري بالاخص او في مصر يعني عامل مراجعه لحامل، مش عارف ليه، مع ان الموضوع ده يعني الحامل ده مش اختراع جديد يعني، كان كل المراجعين اللي شفتهم كانوا ناس عرب، ولينكات مش عندنا في مصر يعني. فانا بقى قلت ايه يعني، انا وحظي بقى، انا هجرب وانا حظي يعني. فالحمد لله الحامل طلع معايا كويس جدا بصراحه، انا راضي عنه. لسه بعد كده انا هعلقه بقى في المكتب عندي واجربه كده يعني، وان شاء الله يبقى اضافه حلوه عندي موجوده في السيت اب. وادي يا جماعه شكل المايك بعد ما ركبته، تمام. ده القطعة اللي كنت بقول لكم عليها من تحت اهيت، تمام، لفيتها اهي وربطتها. وادي شكل المايك ذات نفسه اهو، ودي بعد ما علقت طبعا في المايك بتاعي، ودي القطع اللي كنت بقول لكم ان هي جايه في المايك اساسا، تمام. طبعا زي ما احنا شايفين الحامل ممكن احركه طبعا في كل الاتجاهات براحتي هنا اهو، اوريكم اهو يا جماعه. طبعا بقى عايز انزل الحامل مثلا، هنزل بكده عادي خالص، نزل من هنا كده اهو اهو، انزل 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 طبعا كده يعني مستوى مثلا مناسب جدا. طبعا برضك تطلع ايه، تطلعه كده فوق عادي خالص. فطبعا هو بيلف معاك في كل الاتجاهات، يلف معاك زي بلوكات 360 درجة، يلف معايا في كل الاتجاهات عادي خالص اهوت. نرجع تاني نرجعه مكانه، وادي شكله من بعيد يا جماعة. بس كده يا شباب، طبعا لو كان حد عنده اي استفسار او حاجه يسيبوا لي في الكومنتات، وكان عادي زي ما قلت لكم انا رابط الحامل هسيبه لكم في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس. ولو عندك اي استفسار سيبوا لي في الكومنتات، هرد على كل الناس طبعا ان شاء الله. يلا سلام.